شن مقاتلو غرفة عمليات فتح حلب مساء الثلاثاء هجوما موسعا على مواقع قوات النظام وميليشياته في منطقتي البريج والملاح شمال مدينة حلب. وأعلنت غرفة عمليات فتح حلب تقدم الثوار على جبهتي البريج والمياسات، بالإضافة إلى تنفيذ عملية نوعية على التلة الجنوبية للملاح شمال مدينة حلب، موقعة خسائر واسعة في صفوف قوات النظام بالعدة والعتاد. وبثت غرفة عمليات فتح حلب مقطع مصورا يظهر تدمير ثوار رشاشين حربيين لقوات النظام على سطح القصر البلدي في مدينة حلب، وذلك بعد استهدافهما بصاروخ واحد مضاد للدروع. ونبقى في حلب، حيث استشهد 8 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون نتيجة قصف جوي استهدف حي الميسر وبلدات الليرامون وعنجارة وحور، في حين طالت الغارات الجوية العديد من الأحياء السكنية والبلدات في مدينة حلب وريفها، مخلفة مزيدا من الأضرار المادية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في حلب باسل أبو حمزة. باسل، لو تحدثنا بداية عن آخر تطورات معارك الثوار على جبهات النظام في ريف حلب الشمالي. أولا مرحبا بك غنى. طبعا البارحة مساء قام الثوار في غرفة عمليات فتح حلب بمعركة مباغتة على منطقة البريج، تمت السيطرة من خلالها على تلة المياسات وأيضا على عدة نقاط في محيط تلك التلة. طبعا هذه منطقة البريج وقرية البريج تقع بالقرب من منطقة حندرات. هذه العملية طبعا أربكت النظام، مما اضطرهم للانسحاب من التلة وأن يتكبدوا خسائر فادحة بالعدة والعتاد. جهة أخرى في منطقة الملاح وعلى ذات المحور استطاع الثوار أيضا من التسلل إلى كتلة الجامع في منطقة الملاح، واستطاعوا من قتل أكثر من 25 عنصرا ويدمروا لهم عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة طبعا، وعادوا بالانسحاب إلى المناطق يرابطون بها على محيط طريق الكاستيلو. نعم، طيب باسل، مع تواصل حملة القصف المكثف، ما هي المناطق التي طالها القصف وكم بلغت حصيلة الضحايا حتى اللحظة؟ طبعا غنى، حتى هذه اللحظة لم يقف القصف على مناطق مدينة حلب وريفها. عدد من الأحياء تعرضت للقصف البارحة واليوم. طبعا حيي البستان القصر والكلاسة تعرضوا لقصف عنيف، بالإضافة للأحياء الشرقية وأيضا الشمالية الشرقية من مدينة حلب. حي الميسر الذي تعرض لقصف عنيف البارحة من قوات النظام، من طائرات النظام عفوا، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية مثل منطقة البريج وأيضا منطقة مساكن أنان وحي مساكن أنان وأيضا طريق الكاستيلو وحيي بني زيد والخالدية طبعا، والريف الغربي منطقة أو قرية عنجارة وحور. طبعا غنى، الوضع حاليا في مدينة حلب، الحالة الإنسانية، نعم، يعني كيف يبدو الوضع مع دخول حصار النظام للمدينة بيومه السادس؟ طبعا الحالة الإنسانية غنى تزداد سوءا مع استمرار إغلاق طريق الكاستيلو أمام 400,000 مدني. الأسواق فارغة منذ أسبوع، لم يدخل للمدينة موارد غذائية أو أدوية مع ازدياد شدة القصف على أحياء المدينة وريفها. على جميع هذا القصف على الذي لا يتوقف أبدا على المناطق المكتظة بالسكان. طبعا حال الترقب غنى، حال الترقب وعيون الحلبيين تتوجه لطريق الكاستيلو وللمعارك التي تدور في الملاح والبريج لرفع الرصد الناري عن طريق الكاستيلو. طبعا غنى، لم نتكلم عن أهمية قرية البريج كون موقعها يشكل العصب الرئيسي لقوات النظام باتجاه الريف الشمالي في حلب. طبعا هذه المنطقة تقع على خط طريق الإمداد لقوات النظام بين الصناعة وقرية حندرة. كما سقطت بيد الثوار، فإن قوات النظام في الريف الشمالي في المناطق التي سيطرت عليها سابقا، وبالتالي تصبح مدينة حلب بأمان تام بعيدا جدا عن خطر الحصار، ولن تتمكن قوات النظام حينها من الوصول لطريق الكاستيلو. نعم، شكرا لك باسل أبو حمزة مراسلنا في حلب.